العداله الاجتماعيه هي الشعب الحقيقي. المشروعات المتوسطه والصغيره هي كلمه السر. ولذلك مجموعه العشرين مركزه على الموضوع ده اللي ده يحل مشاكل كثيره قوي. ولو ما حلوش بسرعه هتبص تلاقي حضرتك دوله ورا. حتى الولايات المتحده الامريكيه دي شايفه امبارح تكساس عايزه تنفصل. صحيح هيقول في اسباب اخرى، انت حفيفه الامر في النهايه هتلاقيه هو الاستقرار الاجتماعي. الناس مش عارفه طبعا في اقتصاديات دول عظمى دكتوره بسنت بتقوم على المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده حقيقي. طيب الاستراتيجيه اللي بتتبناها مجموعه العشرين لتنميه وتطوير ودعم هذه النوعيه من المشروعات والمساهمه بشكل عام في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو التجاري بشكل عام. بصي حضرتك المشكله في الحاجات دي برضو احنا لما بنيجي نتكلم عنها الموضوع مش فورمه واحده تطبقيها في كل حاجه. لكل دوله طبعا خصوصياتها. طبعا ليكي خصوصياتك وليكي ثقافتك وليكي طريقه عشتك وتفكيرك ومواردك وثرواتك وقدراتك على التفاعل وعلى التصدير وعلى اختلاط بالعالم. يعني العمليه ما هيش هتحطي معادله وهتقولي كلنا هنطبقها. كل دوله لازم تقعد مع نفسها كده وتشوف مشاكلها ايه وتبتدي تحلها. واحنا بالذات احنا بنمر بمرحله تغير خطير في مصر. مهم قوي ان احنا نركز على هذا الموضوع، فالحضور المؤتمر كويس قوي، بتعرضي تجربتك، بتستفيدي من تجارب الاخرين، مش شرط انك تاخديها تطبقيها زي ما هي. انما ممكن في نقاط تكون نقاط قوه تقدري تطبقيها وحاجات ثانيه انت تشتغلي عليها بقى بمعرفتك. بما يتلائم طبعا مع خصوصيه الوضع او الاقتصاد المصري. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره بسنت فهمي استاذ الاقتصاد وعضو مجلس النواب، شكرا يا فندم. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من هذا الصباح، وغدا إن شاء الله فريق عمل جديد. إلى اللقاء.